للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا عن الحضارة ركبنا ومعلمات كم أضأنا مشاعلا للعلم والأخلاق فيما بيننا كم للعقول شرعنا أبواب المنى مهدنا درب الفكر كي يرقى بنا لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا نشكر هيئة الأعمال الخيرية أستراليا لدعمهم أبناءنا بالأدوات المدرسية جعلها الله في ميزان حسناتهم إن شاء الله. شكرا لكم، شكرا لكم على دعمنا للعودة إلى المدرسة. شكرا هو ملابيل أستراليا، أشكركم على دعمكم لنا لعودتنا إلى المدرسة. نشكر فاعلين الخير في استراليا على دعمهم للأيتام في الحقائب المدرسية والزي المدرسي، شكرا جزيلا. نشكر هيئة الأعمال الخيرية في استراليا الذي ساعدوا أبناءنا ودعموهم في العودة إلى المدارس في ظل الظروف الراهنة وجزاهم الله ألف خير. نشكر هيئة الأعمال الخيرية باستراليا على ما قدموا من زي المدرسية. نشكر هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا. متى تعود يا أبي وفحت مشتاقة إليك، متى تعود فراستي وترتمي بين يديك. وتبتلوا لله يعلو شأننا، فدعاؤكم في الغيب خير هدية تهدي خطانا في دجى أيامنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. الله قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا.